كابتن حسام كان عنده فرصة لطيفة قوي انه يذاكر منتخب غينيا بيساو، خصوصا بعد مباراة اثيوبيا وغينيا بيساو اللي انتهت طبعا بالتعادل السلبي. واغلب الاراء بتقول ان كابتن حسام مع بقى رجوع محمد حمدي ما عندوش مشكله خالص انه يرجع للطريقه اللي احنا متعودين عليها 4-3-3، هو هيبقى مستريح، اللعيبه متعوده على الطريقه ومستريحه، وكل واحد هياخد مكانه وان شاء الله المباراه هتعدي على خير. يعني الحمد لله عوده محمد حمدي للمنتخب عوده قويه، لانه محمد حمدي كان موقوف فما قدرش يبقى موجود في ماتش بوركينا فاسو مع اصابه احمد فتوح وخروجه من المعسكر، فبالتالي كابتن حسام كان عنده مشكله في الجبهه اليسرى، واضطر ان هو يستدعي عمر كمال عبد الواحد يلعب في المركز ده وشارك كبديل يعني. فبالتالي انه مع اتاحه الفرصه لمحمد حمدي النهارده، اعتقد انه كابتن حسام مع كمان ان لاعب المباراه خارج مصر، فبالتالي انه كابتن حسام لازم يعدل طريقه اللعب اللي احنا شفنا ماتش بوركينا بيلعب ب 3-5-2. الماتش بتاع النهارده اعتقد انه هيرجع للطريقه القديمه بتاعه المنتخب 4-2-3-1، يدي فرصه كبيره لمحمد حمدي في الناحيه اليسرى ومحمد هاني في الناحيه اليمنى، وطبعا الاثنين مساكين ما اعتقدش ان هيبقى فيهم تغيير سواء محمد عبد المنعم او رامي ربيعه. نص الملعب اللي هيبقى فيه يعني بعض التعديلات، مش تعديلات كثيره، هو ممكن واحد يتشال او واحد ينزل لانه حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو الماتش اللي فات، فبالتالي النهارده هيبقى موجود في نص الملعب مع مروان عطيه، زيزو وصلاح وتريزيجيه يعني لا خلاف عليهم، وكمان في الهجوم مصطفى محمد، ويبقى محمد الشناوي هو حارس المرمى المنتخب في مباراه اليوم يعني كما يعني وثق فيه كابتن حسام وخلاه هو الحارس الاساسي في ماتش بوركينا يعني. يعني انت شايف ان التكتيك الافضل لحسام حسن في 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 المباراه الافضل ايه؟ 3-5-2 ولا 4-3-3؟ بص، هي في النهايه كلها طرق لعب، ولكن مفيش حاجه اسمها اصل انا بلعب بالطريقه دي هكمل بيها. كل مباراة وليها ظروفها، انت الماتش بوركينا انت بتلعب على استاد القاهرة في ارضك، فبالتالي انت عندك عايز قوة هجومية اكتر، فبالتالي انت امنت دفاعاتك بحمدي فتحي كتالت يعني مع ربيعة ومع منعم، واديت مساحة كبيرة جدا لنص الملعب او الخط الهجومي انه، وشفنا ده كمان مبكرا، انت بتتكلم في اول 8 دقايق كان منتخب مصر سجل جونين، وبالتالي بدا الريتم يعني يتراجع شويه مع اللياقه البدنيه مع اللياقه الذهنيه، فبدا انه نشوف الماتش سجال بين المنتخبين، لحين انه منتخب بوركينا يعني خطف جون في الشوط الثاني وانتهى المباراه على هذا الاساس يعني. مباراه اليوم اعتقد مختلف، انك انت بتلعب خارج ارضك، فبالتالي لازم تامن شويه نص ملعبك، رجع لك الباك ليفت الاساسي بتاعك اللي هو محمد حمدي، فما عندكش. طب ما تقولي هيبتدي مين؟ قسم لي كده. محمد الشناوي في حراس المرمى، الرباعي خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، قدامهم محمد صلاح، زيزو، حمدي فتحي، مروان عطيه، تريزيجيه، وفي الهجوم مصطفى محمد. ده التشكيل بغالبيته النهارده، خصوصا كمان انت لازم تامن نص ملعبك في ماتش النهارده ماتش غينيا بيساو.